كوتش كوتش مايكل جاكسون. انت دربته بقى؟ انا دربته. اعطيني الشان عامته. غني غني لي جون 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 اي بان 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 هاي يفتحونا في الشتاء هاي تقعد شوي بيستخدم. عاود عاود باب 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 كنا كنت في دمشق طبعا من جد كذا كبيرة. مرحبا بك. أنا كنت في شمال الغرب شفت دمشق أنا بك دخان. مرحبا مرحبا. هذا تمر وحية مشيت بك دخان من دمشق وفعلا المزود في السماء تاع المروحية سكتت السفور قال عم تدزوا هبطني يمكن 5 كيلومتر وعم تدزوا فوق المروحية خدمت أدخل بك في الأهلين عمل الباص زي ما تحرق الناس كله. أحمد العباسة تسدنا العباسة هذيك باعت حيط قالت تعطيني سيجارة قلت لها اعطيني شعلة أنا عندي دخول ما عندي شعور عكاكة شعلة مدت السيجارة بعد غضبتني نفسها هذا كان رئيس المركز غمزة رئيس المركز دخل علي بنبسط كيف يخديك انت احمد؟ بس خونة تفسير ما انقلت وهزت رسمة اعطيت هزت برنك العبسة العباسة دي رأس ماركت حبيت تخلص حاجة شوف مرمات الشقيه هي ولد التعبي يا لطيف نقزع كل طور وهرب يعملوا لهم تسيبوه راي هي ظالمة تو بعد ما فتحوني احمد نمر 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 تاع رئيس الهند هذاك رئيس الهند هذا ما يهابت شبيت رئيس الهند هذا القبيله بتاعه كل يعبدوا البقره عندهم البقره العبيده فيها مش كلمتنا جواه مع واحد هم غادي يحبوا البقره الخضار لقيته يبكي وكتب في يده التاني والبقره تاكله في البران ايش عملت؟ يا دي قلت صحة البقره قال لي ليه ركت صحتها يا تاكل هذه ضربت البقره هربت وقت هربت البقره هذيك سدوني قالوا انت ضربت البقره قلت ضربت البقره تكفى الخضرة تاع الراجل الراجل يبكي كلته وغلى والواحد قال لي رينا عبدو فيه اعطوني العظيم هبطوا لي نمر ما يعدموش العبد معناها يقطوه نمر يخلوا 15 يوم لشر ويهبطوه هبطوا لي نمر هذيك وحطوا لي صفاص ثانية يا هبطوا سكيلو بطل هبط من الهواء في الهواء نزم بيك عدى في البرية بابا في البرية ورجع لي نعطيه دماغ رعبته زبط بطي مشوار مسخ خشمه قال لي سامعني انت احمد سطور قلت له قال لي غلطت فيك رئيس الهند اتلفت الرزان دي قلت له قال لي بكبة نطقتها عمل تليفون جت المروحية هزون في المروحية سكتت على وفيها مزوطة في السماء شيء طلعت هبطت بالحبل باللطف اتقلب بها في الهلال عملت مصر حكى على الجب قول الهلال بدو عملوا واحد ينقص شو واليان من أكثر من خبير يا وعاش أحمد نخفلوا بغناية أحمد غنى يا خفيف عطي دربوك عطي اي بابا يا دين يا دين يا دين الله يا حيوم الله والأيام حطيت مرار يا عيد بالدبعة نوحي نبتي والقلب مجروح مليون فانقة روحي اسمع يا اخوان وصيك خذ كلامي اللي عايش في الدمار راوي موتي عني ناس معيد مع ناس وذبحك باش الحية وانا اخوكم معيد في نحباس لا نعرف حمام ولا نعرف حزام والغوفة واصلة لقدام ولا حتى النعلية الله 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 انا اكبر فلاح في الشمال الغربي عندي جر جايبه تو من اسبانيا خوخ اصفرز الرومان انزاس عوين عنب منا من العشاس البارح هز عن قد عنب ياكل فوق قلت ايه طيح كعبة على ولدها 18 غرفة كعبة عنب وزت 14 كيلو و800
دوبل علينا كعبه في القوس مره في برج عامل يمشي على القمره القمره قصته ويشت فراي وكل شيء بالكوماند كهبه تصرف الوقت ترجع واحد العرس شمين هذا يا ود القمره تو زارع السلاطه هاك الخس هذاك يسموه الورقه تاع الخس تو عاملينها تين بيباعوا تحت في الدليع بسيف اكبر ورقه تخس في العالم فهمت والسلام عليكم. يا سلام. عندك كره بقولك كات. زمان بيجي فيها. كل شيء بنغرم، صلى غرم. الدور كامل جمهورية. هذه الكهرباء بتاعي أنا. أما زمان بيجي فيها، نسيتها بيجي بالسروال. خليتها تخدم. هذيك اللي بلحها لحنس، نسدوه في الصحراء تاع بنغازي. أكبر إحنا صدوه في الصحراء طابر غازي صاب لي كرهبة نتاع عيونة. والإحنا شهر بيلعب ثلاثة كرهب جولف صارت تكتورة في راي منهم كرهب الجولف تخدم كرهب الإحنا. كاو؟ كاو؟ إيه خير بابا.